شفا دور المرأة، شفاء العدوية. قليل. سما ايه؟ أول واحدة البحر الإيه؟ سما اللي عليك الدور، بصي على الشاشة. أول واحدة البحر الإيه؟ احمر البحر المتوسط. الإيه؟ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إيه يا سما؟ أنت هتقولي السؤال كله، ايه ده؟ انا ايه؟ هتقولي السؤال كله. اوكي، مصر، سهول نهري. الفرات، ثالث الدول العربية من حيث عدد السكان. الجزائر. برضو أنا عديتها المرة اللي فاتت وما نقصتكيش الدرجة، المرة دي هنقص. سوري، خلاص ماشي. دولة مستقبلة من الهجرات الخارجية. قطر. طيب ما المقصود بالكثافة السكانية يا رودينا؟ زيادة عدد السكان لا الكثافة السكانية النسبة بين ايه؟ بالنسبة من المساحة الكلية والناس اللي عايشين على الأرض. طيب المقصود بالمجهول يا سما؟ دلوقتي يا ناس مصر متقطع. بيتعصبوا وعمالقة وبيقتلوا الناس. لا والله. بس ينفع لها قولي يا رودين. هي قبائل رعوية بدوية جت في منين؟ وسط أوروبا. ايه اسيا. يا سلام يا سما، افتكرت دلوقتي لا ولا عارفاه، بس هو فين الدس؟ بستهبل. انا عارفه بس بستهبل، واستهبال ده هينقصني درجات. إذا بجد استهبل كويس. السؤال الثاني يا سما، شيدت في عهد الخليفه معاويه بن ابي سفيان مدينه ايه في تونس؟ قيروان. القيروان. برع المسلمون في ركوب برع المسلمون في ركوب البحر، فكانت سفنهم تعود محمله بايه يا رديله؟ رودين. لحظة يا مس، كان ثورة كان بترجع بإيه؟ بترجع بإيه ولا بتروح بإيه؟ بترجع تعود محملة. تمام. الكفور والعاج والحليب. طيب ماشي، ممكن اي احنا عايزين بس الابانوس والعاج. ماشي، تعد احد اشكال التكامل العربي. فكره انشاء ايه؟ هند. احنا عندنا التكامل العربي ليه ثلاث اشكال او ثلاث ابعاد او ثلاث صور. ايه هما؟ كانت واحده فيهم أولى محاولات التكامل العربي. جامعة الدول العربية يعني. و أعطى الإسلام المرأة. خلاص بس خلاص، أنا عايزة واحدة بس. ماشي. أعطى الإسلام المرأة الحق في إيه يا رضينة؟ التملك وإدارة أموالها. ماشي، كانت عاصمة مصر قبل الإسلام هي مدينة إيه يا مين؟ سما. قبل الإسلام ايه ده؟ هند. أول حرف منها المكان اللي كان قاعد فيه اسمه ايه ده؟ هجيبها. بس هي قالت أول حرف، أول حرف منها. هي أول حرف ألف. عادي يا رب. جبت لك ايه؟ إيه؟ إسكندرية. يا الاسكندريه كانت عاصمه مصر بالاسلام. لا ده انا بس بقول كده اكزامبل يعني. استنى شوية. انا مش فاكره، استني انا بجمعها. ايوه يا بنت، يا الاسكندريه. انت بتخبطيها ليه؟ بجمعها الاسكندريه. مش والله ما كنت فاكراها. معلش معلش معلش، بتشك شطوره نفسي ليه؟ شطوره شطوره. خلاص 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 الله. طيب رودين، بما تفسر سقوط الدوله الامويه؟ بسبب الصراعات الأسرة الأموية على الحكم، الصراع بين القبائل العربية لتولي المناصب المهمة في الدولة، وظهور الدولة العباسية على يد أبي مسلم الخراساني.
أنا فرحانة في السؤال اللي جالك قوي يا سما، وهيتقال كامل: مجيء الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. يعني هما ليه جاؤوا يعني بالشهر؟ يعني إيه الثلاث أسباب لمجيء الحملات الصليبية على العالم الإسلامي؟ قوليهم الثلاثة الثلاث. إيه اللي هما نمر الوقت والله سهل، طب طبعا سهل قوي، جد سهل قوي طبعا في ها. الخيرات. هما طوال حاجة بسيطة بس سهلين. يلا، أسباب إيه وأسباب إيه وأسباب إيه؟ هعرفهم أسباب افتكرتهم، ياه تمام، كنت الصبح. أسباب إيه؟ أسباب دينية وسياسية واقتصادية. الدينية كانت إيه؟ إيه؟ وأنت بتقول لي كمان هقولها؟ ايوه طبعا، الدنيا كانت ايه؟ الأسباب الدنيا. الدينية. ثانية بجد هعرفها بجد. والله خلاص ماشي، فكري. ما انت اللي مستعجله، فكري. وانت يا رودينا فكري في اللي بعدها، انا عارفه ان هي سهله قوي بس فكري فيها عماله تجمع. طيب، حفظا للوقت وعشان انا خاطر انت ايوه عشان التأمين ترك الحجية المسيحيين الى كنيسة القيامة، ده في بيت المقدس. والأسباب الاقتصادية رغبة الأوروبيين في الحصول على ثروات الشرق، وساعة بعض المدن الإيطالية مثل جنوة، جنوة ولا جودة شاف جنوة والبندقية جنوة 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 والبندقية. ابنته مش تعجبني مش غيري. ثالث واحدة السياسية ايه؟ سياسية تأسيس مستعمرات لهم في الشارع. أنا مبصتش من الكتاب على فكرة. أنا واثقة واثقة. طيب يا رودين، الهرم السكاني الوطن العربي ذو قاعدة عريضة. زيادة عدد صغور السن. تمام، لمن تنسب الأعمال؟ سما أول من ابتكر نظام حسابات الولاية. ايه نظام ايه؟ محاسبة الولاية. ايه دي مش حسابات الولادة. ايه تبين. مين طيب واحد من الدولة الخلفاء العباسية؟ الراشدين من قصدي الدولة الخلفاء. العباسية. انا الخلفاء بلخبطها، انا الراشدين بلخبطها عشان اشوف عارفه ولا لا. انت بتقولي ليه؟ انا بلخبطها عشان اشوف شفتي عارفه ولا لا. انت بتقولي لها ليه يا رودينا؟ يا بنت صاحبتي يا بنت. واحد من الخلفاء الراشدين. بص يا سلام، انت مين اللي حط كل القواعد اللي مشيت عليها ناس بعد كده؟ هو خليفه معروف، حط نظام المحاسبه ونظام الدواوين وابتكر الدواوين معينه وكده. عمر بن الخطاب. يا سلام. طيب الثاني، أول أمر بأن يعلم كل أسير بعد غزوة بتر 10 من المسلمين القراءة والكتابة، الرسول مين؟ الرسول يا بنت كده دوري أنت قلت لي اسم أصلا. رديدا رديدا. أول من أسلم من النساء السيدة خديجة. رديدا. هقول رقم قام أربعة بتعريب بقى العملة تاني. وسك أول عملة عربية إسلامية. إيه؟ انا هقول رقم اربعة بقى عشان هي قالت ايوه، ما واحد هو انت اللي واثنين. هتقولي قام بتعريب العمله وسكت اول عمله عربيه اسلاميه. عبد الملك بن مروان. تمام. سما، اول والي اسلامي على مصر. اي هنت بقى؟ مين اللي فتح مصر؟ عمرو بن العاص. بس النتائج المترتبة على هجرة سكان الوطن العربي إلى المدن يا رودين؟ ازدحام المدن ومثل النقل والمستشفيات والمدارس والضغط الكبير على الخدمات العامة وارتفاع مستويات التلوث وارتفاع معدلات البطالة وزيادة احتمالية انتشار العشوائيات. طيب، ايه النتائج المترتبة على التواصل بين المسلمين وأوروبية؟ سامة، هو أنا اللي بيجي الأسئلة الرخمة بس سؤال ده جميل، ده ده. سهل طب أوي. أنا مش فاهمة أقول إيه. طيب دلوقتي لما المسلمين والأوروبيين حصل تواصل بينهم وبين بعض عن طريق جزيرة صقلية والأندلس، إيه اللي حصل؟ تواصل ما بينهم. يا سما، هقول لك السؤال تاني بطريقة تانية وركزي. لما حصل حاضر. تواصل وتقارب
ما بين المسلمين وأوروبا عن طريق الأندلس والجزيرة الصقلية، ده أدى إلى إيه؟ نقل إيه؟ نقل مستعمرات لهم في الشرق. إيه؟ يا لهوي قومي يا رودين، قولي يا رودين، قولي يا رودين. نقل كثير المحاصيل الزراعية. نقلة كثير من المحاصيل الزراعية، وعامة نقلة الحضارة الإسلامية إلى دول أوروبا. طب ايه خلي بالك، خلي بالك، الحصة الجاية مش هيبقى فيها أسئلة على دروس، الحصة الجاية تبقى كلها امتحانات، واللي بعدها يبقى كلها امتحانات. فالدرس كلها تتذاكر بقى. أطلق على عصر الوليد بن عبد الملك يا سما اسم العصر الذهبي. ثانية، الوليد بن عبد الملك. صح. خدمات الدول العربية بوحدة الأرض واللغة والثقافة. صح. يمثل رأس الهرم الاجتماعي في الدول الإسلامية العلماء والتجار وكبار الأدباء. غلط. تناقصت مساحة الدول الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد. غلط. عندما دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس أظهر التسامح والعفو مع أهلها. صح. ودينا أبرز إسهامات المسلمين في علم الطب. اكتشفوا الدورة الدموية وصناعة وتشخيص إيه؟ الأدوية ووصف الأمراض. وتشخيص الأمراض. طيب في علم الدين واللغة يا رودينا برضو. الاهتمام بعلوم اللغة كالنحو واهتمام بالعلم الحديث ايوه صح. ايوه للتدوين كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل، تمام. ايوه واهتموا بالعلم والثقافة لتوضيح الأحكام الشرعية والعبادات. مهتمة بثلاث حاجات في الدين: علم الحديث، تدوين كل ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير. اثنين، التفسير لتفسير أو إيضاح معاني القرآن الكريم. الفقه لمعرفة أحكام الشريعة من المعابدات والمعاملات. اللغة كعلم النحو. تمام. سما هتقول الخريطة كلها. يمثل رقم كام دولة يزيد بها معدل الأمية؟ مصر. رقم كام دولة بيزيد بها معدل الأمية؟ ده هو ركزي، رقم كام في الخريطة اللي فيها دولة بتعاني من نسبة الأمية؟ احنا قلنا في دولتين بيزيد تلت فيهم الأمية، تلت لسه قايلينهم في الدرس اللي من شوية. تلاتة. تمام. يمثل رقم كام أعلى دولة في عدد السكان من الوطن العربي؟ كل الخريطة انت اللي هتقوليها يا سما. يمثل رقم كام السكان اعلى الدول العربية في عدد السكان؟ مصر ليه رقم كام؟ مية واحد. يمثل رقم كام منطقة تنظر بها السكان؟ دي منطقة ينظر بيها السكان. اتنين. يمثل رقم كام دولة تتمتع بزيادة في مواردها؟ دي خمسة. يمثل رقم كام دولة حضارية بالكامل؟ أربعة. اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين. تضم الطبقة العليا في المجتمع الإسلامي زينة. الوزارة. أعطى الخليفة مين الأمان المسيحي كم لبيت المقدس؟ مس إيه؟ في واحدة انت مفوتاها، نسبة أنا أقصد الإعالة. بنسبة الإعالة. قوليها أنت يا رضاي. ماشي. نسبة نسبة السكان. واحدة واحدة. نسبة الإعالة اللي هي نسبة السكان تحت سن 15 سنة وفوق 64 سنة، أيوة، أو هي نسبة السكان الذين يحتاجون إلى ملك. رعاية صحية منهم بتدي ممتاز. رعاية طيب صحية كمان. سما، أعطى الخليفة مين الأمان لأهل بيت المقدس على أموالهم وكنائسهم وكل حاجة؟ ايه ده؟ عمر بن الخطاب. ظهر اهتمام معاوية بن أبي سفيان والجيش والبحرية الإسلامية في إنشاء إيه؟ مصانع وسفن. تمام.
إنشاء أول مرصد فلكي في بغداد، أنشأ قصدي. ده ايه ده؟ واحنا فين؟ رقم 4، معمول نهارو. بما تفسر يا رودينا اتجاه الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص نحو الإسكندرية؟ بقضاء ايه امتدت تصل الى الروم من مصر عن طريق البحر؟ تصل إلى الروم في مصر، مش من مصر، في مصر عن طريق البحر. تسمية الحروب الصليبية بهذا الاسم يا سما سهلة اهي. عشان هم اخذ الصليب شعري. يتخذون الصليب شعارا لهم. صوب ما تحته خط. تصدى المماليك والصليبيين في معركة رأس العش بالقرب من المنصورة. ردين هاي سكور. ظهر ديوان الأسطول في عصر الدولة العباسية يا سما. ايه العباسية؟ ليلى مويه. تعد نفقات الخليفة وراتب الجند من إيرادات بيت همس المال. نعم. همس يا ايضا غلط، هي الايوبية. ديات إيرادات الأموية. ايه ده؟ العيلة بيت الأموية؟ الأموية. أنا قلت أيوة هو الأيوبية. العيلة صح، الأموية ماشي، أنا هعمل نفس اللي بعدها. ما أنا قلت الأيوبية. أنت يا سما. تعد نفقات الخليفة سما ركز معايا. تعد نفقات الخليفة، أنت مستعجلة، ورواتب الجنود من إيرادات بيت المال. ويردي تاني، تعد نفقات الخليفة ورواتب الجند من إيرادات بيت المال. احنا إيراداته ايه؟ واردة مفيش واردات، هي واردات، هي مفيش واردات. واردات دي لما اكون أصلا. بورد لحد حاجة او لحد حاجة. أي حاجة بيت طيب. المال، بيت المال كمصروف عن، كمسؤول عن حاجتين، وإيرادات وإيه كمان؟ ركزي براحتك. وردت وإيه؟ لا ركزي. ثانية. أنا عايزة أنام. واردات ومصروفات. مصروفات. أنا قلت مصروفات. اللي بعدها ما قلتش حاجة. اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على أسرى غزوة إيه لتعليم المسلمين القراءة والكتابة، بما إنك بتتلخبطي في الأسماء. غزوة إيه؟ ريسامة. أنا؟ اه ايه فين؟ 4، اشترط الرسول على أسرى غزو تبوك تعليم المسلمين القراءة والكتابة. بدر. يسهم التكامل العربي في رفع معدلات البطالة يا لدينا. حافظ. سامع وركزي ورتبي كلامك. ما النتائج المترتبة على هجرة دول شرق آسيا وإفريقيا إلى دول الخليج العربي؟ ده أدى إلى ارتفاع نسبة إيه؟ ارتفاع نسبة السكان. لا، كان السؤال الثاني. هجرة دول شرق آسيا وإفريقيا إلى دول الخليج العربي. كانوا بيروحوا بحثا عن العمل، فده ادى الى ارتفاع نسبه مين؟ السكان، الذكور. هم ايه؟ ايوه، الذكور. الذكور في سن العمل. اكتب ما يشير اليه العباره يا رودينا. رسم بياني يوضح خصائص السكان من حيث التركيب النوعي والعمري. هرم السكان. علم اهتم به المسلمون لمعرفه طبيعه البلاد والطرق التجاريه التي تربط بينها. سما ايه إحنا ذاكرنا الوحدة الأولى وطنشنا بقية الوحدات. ثانية. بمنطق كده، علم بيهتم بطبيعة البلد والطرق، يبقى علم إيه؟ جغرافيا. فئة تمثل السكان الأكبر من 65 سنة يا ربعين. بارستن. قبائل بدوية رعوية كانت تعيش وسط آسيا يا سم. نقول طيب ردينا، مؤسس الدولة الطولونية. زينا، مؤسس الدولة الطولونية مين؟ أحمد بن طولون. العاصمة؟ لحظة واحدة هقول. يا لهوي، ينفع أقولها؟ قول يا سم. لا، إيه اسمها؟ إيه دي؟
لا مش الفسطاط، الفسطاط دي بتاعت اللي قبلها، دي كانت العصفر. العسكر، اي القطاع. القطاع. الدولة الإقشيدية من مؤسسها يا سم؟ ماشي. ايه الدولة الإقشيدية من مؤسسها؟ اللي هو بتاع القاهرة ده، جوهر سكر. الدولة الإقشيدية مش الفاطمية. يبقى دي هي انا هتعوف اسمه الإقشيدي، الاخشيدي ده. محمد بن طغج الإقشيدي. والعاصمة؟ القطاع العسكر. طيب لدينا، هتقولي كل الخريطة، دولة يزيد بها عدد السكان عن الإناث. السعودية. أقل الدول العربية في متوسط العمر المتوقع. ايه الصومال. سهول نهري. دجلة والفرات. ثاني الدول العربية من حيث عدد السكان. السودان. دولة تمتاز بزيادة سكانها وقلة مواردها. الأردن. مصر. إسامة؟ نعم، عندي درس. ما هو بالظبط 5 دقايق وهنقفل، ما هو الدرس الساعة 8. ما هو 5 دقايق بالظبط. طب 5 دقايق بالظبط وهنقفل. بناء صلاح الدين للقلعة يا سما. ده عشان تبقى مكان للخلافة وتدريب الجند اللي عنده. ممتازة، يبقى حصن للحصن دفاع عن القاهرة، ومقر تدريب جيشه، ومقر الحكم. طيب، منظمة تعمل على نشر الوعي بقضايا المرأة العربية يا لدينا. منظمة المرأة العربية. حكم الأمويون العالم الإسلامي قرابة قد إيه من الزمن يا سما؟ الأمويين، 91. أيوه، اللي هي قرن من الزمن، قرابة قرن. شاطر. بنيت مدينة إيه في عهد المعتصم بالله يا سما يا لدينا؟ تمرو. دارت الدول المستقلة في نهاية عصر الدول الإيه، الدولة الإيه يا سما؟ عصر الدولة الأيوبية. لا، في آخر الدولة الإيه؟ اسمها دي الدولة العباسية. تمام. ايه العلاقة بين فتح بلاد فتح مصر وبلاد الشام عشان تتلخبطوا فيها؟ قلنا ان كان من اسباب تأمين حدود بلاد الشام هي فتح مصر. وانت ممكن تخرجي انت يا مدين، تمام. بس كملي الاختبار. تمام. طيب ال 18 وال 19 وال 20 واجب يا مدين. يا مس، ما هو انا بس اللي هحلهم. ايه لا، كده انا هعمل بتسأل سكرين شوت على وابعتهم لسما. لا، هعمل سكرين شوت وابعتهم لسما تحلهم. ايه ده؟ هتحلهم في ورقة وتبعتهم، فانت يلا حليهم وكملي دوت وحلي الباقيين. تمام. اوكي طيب، يا ماشي. زي ما قلنا يا سماء، مع السلامة يا بداية. ما قلنا يا سماء، فتح مصر وبلاد الشام، قلنا ان تأمين حدود بلاد الشام كان احد الاسباب لفتح بلاد مصر عشان يحموها من هجمات الروم. طيب، الفتوحات الاسلامية وانشاء عمر بن الخطاب بيت مال المسلمين بسبب اتساع رقعة الدولة الاسلامية وتعدد مصروفاتها وايراداتها، قام عمر بن الخطاب بإنشاء ديوان بيت مال المسلمين، صح ولا غلط يا سما؟ ساءت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. صح. ظهر منصب قاضي القضاة في عصر الدولة الأيوبية. غلط. تبلغ نسبة سكان الحضر نحو ثلثي سكان الوطن العربي. صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والشيوخ. صح لم يعطى الإسلام للمرأة حق. غلط. حددي العلم الذي برع فيه كل من هؤلاء. ابن سينا برع في علم ايه؟ طب فلسفة، فيزياء، لا، أي حاجة. مش خلاص. طب الإدريسي. فلسفة، فيزياء، جغرافيا. جغرافيا. لو ما كتبتيش أسماء العلماء وحفظتيها هزعق وهنقصك كتير. ايه الإدريسي ده؟ جغرافيا. اختر عشان ممكن يجيلك في الامتحان. متابعة أمور الدولة الإسلامية وحمايتها من مهام. الخليفة. تشييد المسلمين مقاييس النيل من مظاهر النهوض ب. يعني ايه؟ يعني انا لما اهتم بمقاييس النيل عشان احدد قيمه الضرائب، هنا انا بهتم بالزراعه ولا بالصناعه ولا بالتجاره ولا بالسياحه؟ ازرع. ايوه، كان داخل ضمن اللي هي بنود الدول الاسلاميه في النهوض بالزراعه. شيد محمد بن طغج الاخشيدي مدينه. قطائع. لا بوستات. لا عسكر. لا اله الا الله. عسكر. بدأت دول صراحة الخليج العربي في استقبال الهجرات الخارجية في كام من القرن الماضي؟
القرن الماضي. خمسينات ده ايه ده، ايه السؤال ده؟ بدأت دول الخليج العربي في استقبال الهجرات الخليجية في خمسينات القرن الماضي، تمام؟ طيب تمام. ماذا يحدث إذا توازن عدد سكان الدولة مع مواردها؟ لو السكان بقوا قد الموارد ده يبقى كويس، مش هيحصل إيه؟ مش هيحصل مشاكل مع قلة السكان وزيادة الموارد أو حاجة شبه كده يبقى يعني. لن تحدث مشاكل سكانية. أيوة، طيب لم يقم أرناط بقطع الطريق على الحجاج المسلمين. كان زمان اسمه ايه ده، الصلح لسه شغال. يبقى ما كانش حصلت معركة إيه؟ عين جالوت. قلبي اتشل. معركة مين اللي كانت مع أرناط وصلاح الدين؟ ايه ده، هو ده صلاح الدين؟ تمام. مش المغول؟ أرناط كان في الصليبيين ايه ده اصلا؟ طب أصلا. اسمه ايه ده؟ ايه يبقى إيه معركة إيه؟ الطين؟ ماشي. انا هقعد على نفسي اصلا، انا هقعد على السرير ودايبه اصلا. أنا واخدة بالي. طيب كده إحنا مفيش الحصة الجاية المذاكرة هتكون المنهج كله، عشان هجيب لكم امتحانات خارجية ونقعد نحلها. وهو والواجب ده من عندك، الورك بتاعي بس. والواجب عندك بعت لك الثلاث امتحانات عشان تحليهم، لا بعتهم. يبقى الحصة الجاية عندنا مذاكرة المنهج كله عشان خاطر يبقى في امتحان على المنهج كله، وكتابة ثلاث امتحانات هوم ورك. وإن شاء الله تمام. الحصة الجاية هتبقى الثلاث، الحصة اللي بعدها هتكون السبت مش الحد، عشان الحد خلاص آخر يوم، والسبت تبقى آخر حصة لنا في المنهج، تمام؟ اوكي. طب أنت يوم السبت عندك دروس ولا يوم السبت فاضي؟ لا عندي دروس عندك درس إيه؟ الساعة 10 الصبح عليا اي سي تي، ومش عارفة التاني تقريبا من الساعة 12 لواحدة، والتالت من الساعة 5 ل 6 تقريبا تقريبا. المفروض ان انت عندك دراسات وده اخر يوم، المفروض ان يبقى خلصت الدروس كلها اصلا. لا وكمان في لسه كمان اسمه ايه ده، من 8 ل 9 نحو. فضي يوم ضروري او فضلي ميعاد ضروري يوم السبت ناخد فيه حصه ايوه، ما انا الدراسات. هفضي عادي. تمام، فضلي ميعاد وابعته لي ضروري وما تنسيش عشان ناخد نظبط ميعاد لحصه الدراسات. صح، تقريبا الدرس بتاع 5 ل 6 ده اصلا ملغي عشان الامتحانات. ما انا بقول عشان كده شوفي كده، بصي في جدولك كويس بتاع الدروس وبعتي لي الميعاد اللي هينفع. تمام، تمام اشوفك على خير الحصه الجايه ان شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، عايزه الحمد لله.